عن احتفالات الوحدة أو أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين من 2014 تقريبا ل 2023. فدكتور مثل ما أنت شاهدت يعني الحمد لله، يعني إحنا نوعا ما عشان نكون إيجابيين موجودة فكرة الوحدة ومفهوم الوحدة، وفي كثير من الشعب المسيحي اللي احنا نوعا ما عشان نكون ايجابيين موجودة فكرة الوحدة ومفهوم الوحدة، وفي كثير من الشعب المسيحي اللي بيحاول انه كمان يشجع هذا الموضوع ويعطيه أهمية في حياتنا المسيحية هون في الأردن في هذا البلد. وكون أنه موضوع الوحدة أحيانا يفهم خطأ، فأنا بدي هيك بس تعطينا فكرة عن تاريخ الوحدة المسيحية وتاريخ الصلاة من أجل الوحدة، ولماذا دعينا للصلاة من أجل الوحدة. هذا الموضوع يبقى واحدا من المفاصل المهمة في العمل الرعوي وفي العمل الكنسي، لأنه فعلا في أبسط أحواله عندما نتكلم عن الوحدة، الوحدة هي في النهاية تجذبها المحبة. نعم. والمحبة هي أساس الديانة المسيحية، وبالتالي كأننا عندما نقول لم نصل بعد إلى الوحدة كأننا نقول لم نصل بعد إلى مرحلة المحبة التي نريدها. بدناش نقول المحبة الكاملة، المحبة الكاملة هي حالة أخرى، حالة ترتقي فينا لأن نصبح يعني في مرتبة يمكن أعلى حتى من الإنسانية، لكننا على الأقل لازلنا نراوح عند مرحلة ما قبل أن تكتمل نماذج العملية في تلاقي الكنائس فيما بينها لتخلق نموذجا من المحبة والتضامن بين كل مفاصل الكنيسة سواء العلماني أو الإكليروس. الوحدة المسيحية حالة ليست خلينا نقول فكر ترفي في البعد المسيحي. الوحدة المسيحية مع مرور الزمن تصبح حالة ملحة وتصبح حالة لابد أن تكون واجبة الوجود. ويعني أنا هون بشبهها بالخطيئة الأصلية. الخطيئة الأصلية هي خطيئة لكنها واجبة الوجود، والوحدة الكنسية هي واجبة الوجود لأنها ضرورة تمليها ظروف الحياة بشكل عام، ظروف التطور، العقبات والمشاكل التي تواجه الكنيسة، وبالتالي هذه كلها تملي حالة من ضرورة التضافر بين كل العوامل، تتضافر فيما بينها لتخلق أجواء إيجابية تذلل أي صعاب ممكن أن تواجه الكنائس. حلو كتير دكتور اللي أنت تفضلت فيه، وفعلا يعني بيصير لغط شوي بخصوص موضوع الوحدة، والناس تفهموا أنه معنات الوحدة المسيحية يعني أنها تكون وحدة، أنه كنيسة واحدة يصلوا نفس الصلاة، يعملوا نفس الطقوس، نعملوا نفس، وهذا المفهوم المتداول والشائع عند الناس اللي مش عارفين شو معنات أنه منصلي من أجل وحدة الكنائس. في كتير إحنا بالمجتمع بتطلب توحيد الأعياد، توحيد المناسبات الدينية مثل ما أنت ومثل ما أنت تفضلت، يعني في عنا التنوع، لكن في بعض الأمور اللي بتدخل بالعامل المجتمعي. العامل المجتمعي يعني الناس تطالب أنه ما يكون في هذه التقسيمات الطقسية من خلال الاحتفالات بالأعياد. يعني إحنا عنا بالأردن وحدنا الاحتفال مجتمعياً، لانه كما نعم في بالنسبه لاعياد الميلاد انه كل الطوائف او كل كنائس تحتفل بعيد الميلاد ب 25/12، مع انه في عندها رزنامات لترجيه مختلفه التواريخ، ولا زالوا يصلوها. يعني مثلا بعيد الميلاد عندنا بالاردن بيحتفلوا الارثوذكسيه او الاقباط او السرية او الكنائس الأخرى اللي بتتبع الطقس الشرقي ب7/1 بعيد الميلاد لوترجيا، لكن ب25 الشهر بيحتفلوا مع الغربي
لكن لترجيا لا، غير ملتزمين بالليتورجية. بس هذا مش انه احنا بدنا التفاف على موضوع توحيد التواريخ، ولكن مجتمعيا عم نقبل فكرة الوحدة عنا بالأردن، لكن في البلدان الأخرى أو في مناطق الأخرى اللي فيها امتداد لهذه الكنائس في مناطق أخرى غير ملتزمين بتوحيد هذه التواريخ. فهل بتشوف أنت هذا التناقض ما بين الطقس الشرقي والغربي، الاحتفالات المجتمعية والالتزام بالتواريخ والرزنامات الكنسية، هل هذا ممكن يعمل هذا الاختلاف؟ اختلاف الرزنامات ما بين الكنائس نعم، يبقى اختلافا ظاهريا، نعم، ليس جوهريا، نعم. ويعني بالتالي يعني نحن بالأردن فعلا يعني خطينا خطوة إلى الأمام، لكن هذه الخطوة ليست هي القابلة لأن تنجز المهام اللي نحن بدنا إياها. نعم، احنا وحدنا الأعياد لكن في بعدها الاجتماعي حقيقة، نعم، لكن لم نستطع أن نوحد الصلوات وفق رزنامة التطور الجديد اللي وضعناه. نعم، لكن يعني في نقطة يعني خليني بس أؤكد عليها، لأنه عادة ما يختزل موضوع وحدة الكنائس في موضوع الرزنامة الكنسية. نعم، الرزنامة الكنسية رزنامة تأتي ضمن سياق التاريخ الكنسي ذاته، وتأتي ضمن سياق مسيرة هذه الكنيسة بقديسيها ورجالاتها وتوقيتاتها وأزماتها. وبالتالي الوحدة لا تعني أن تنصهر الرزنامات في رزنامة واحدة، وهذا يعني ضروري أن ننتبه له. نعم، الوحدة تأتي وحدة النفوس، وحدة أن تكون بكليتك إلى الله دون أي حواجز تمنعك عن ذلك. الوحدة هي أن تكون بوجدانك أنت مسيحي بدوام كامل، ليس بدوام جزئي ولا بدوام مظهري. الوحدة التي نريدها هي وحدة التضامن الكنسي الوجداني الروحي القادر على أن يعطي كل المقومات لهذه السفينة لأن تبحر بسلام وأن تصبح قادرة على أن تحمل الرسالة المسيحية بكل أطيافها.